هذا وصلت حافلة ريال مدريد إلى مقر مجلس المدينة وسط حضور الآلاف من جماهير الملكية التي توافدت بأعداد كبيرة للاحتفال مع فريقها باللقب الأوروبي الثاني على التوالي. وجابت حافلة الفريق الملكي أهم شوارع العاصمة الإسبانية مدريد في طريقها نحو مقر بلدية المدينة. والتف الآلاف من جماهير الريال لتحية الفريق بعد الإنجاز الكبير وتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية عشرة. وتقدم راموس كتيبة الريال التي توجهت إلى مقر بلدية المدينة لتواصل احتفالاتها باللقب وسط حضور جماهيري كبير. وتميز حفل استقبال الريال بوجود العديد من الشخصيات المهمة التي جاءت لتهنئ زيدان ورجاله على هذا الإنجاز التاريخي في انتظار أن يواصل الفريق احتفالاته مع جماهيره حتى وقت متأخر. ما زلنا مع احتفالات ريال مدريد ونتحول في هذه الأثناء مباشرة إلى مدريد لنتابع جانبا من هذه الاحتفالات، احتفالات الميرينجي بلقبه الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخه بأمجد الكؤوس الأوروبية تشامبيونز ليج. إذن هذه صور مباشرة تأتينا من مدريد. هذا أمامنا الثلاثي الذي صنع مجد ريال مدريد مع بقية اللاعبين الذين أسهموا أيضا بقسط كبير في تتويج ريال مدريد بهذا اللقب على حساب يوفنتوس في نهائي كارديف. يتقدمهم سيرخيو راموس قائد الفريق وأيضا كريستيانو رونالدو هداف هذه المسابقة والذي أسهم بأهدافه في تتويج الريال عندما خاصة دون هدفين في مرمى جان لويجي بوفون بالأمس. على كل ريال مدريد لم يخسر أي نهائي في النهائيات الست التي خاضها مؤخرا في أمجد الكؤوس الأوروبية عام 98، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017. هذه النهائيات التي خاضها الست الأخيرة توج على إثرها بلقب دوري الأبطال، علما بأنه توج بهذه المسابقة في النسخة القديمة بمسماها القديم والنسخة الحديثة في 12 مناسبة أعوام 56، 57، 58، 59، 60، 66، 98، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017 ليكرس نفسه ضمن أساطير هذه المسابقة.